السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي متابعي مدونة المحترف، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة المحترف على اليوتيوب. وحلقتنا لهذا اليوم سنتطرق فيها إلى تطبيق اسمه سوما، هذا التطبيق الذي استطاع أن يحصد 10 ملايين مستعمل فقط في 30 يوم من إطلاقه، بالإضافة أننا نتحدث عن أزيد من مليون مستخدم في السعودية. طبيعة الحال الرقم ضخم إذا ما حاولنا مقارنته مع بداية واتساب أو كذلك فيسبوك ميسنجر. فما هو هذا التطبيق ولماذا شهد هذا التطبيق كل هذا الاهتمام من طرف مستخدمي الهواتف الذكية؟ ففي الحقيقة كنظرة أولى على تطبيق سوما نلاحظ أن تطبيق سوما شبيه بتطبيق واتساب، لا من ناحية الأيقونة ولكن ولا كذلك من ناحية الواجهة الرسومية، لكن من ناحية الخصائص فتطبيق سوما يتوفر على عدة ميزات غائبة عن التطبيق واتساب. فأولا نتحدث عن جودة الصورة العالية وكذلك سرعة التزامن يعني ما بين الصوت والصورة. فمثلا عندما سأقوم بعمل اتصال بالفيديو مع زوجتي أو على هاتف زوجتي سنلاحظ جميعا أن التزامن يعني سريع جدا. سأقبل الاتصال. إذن سأقبل الاتصال، أغلق المايك حتى لا يكون هناك إزعاج، ولاحظوا معي التزامن، عندما أحرك رأسي فأنا أحرك في الهاتف الأول والهاتف الثاني، كما لو كنت يعني موجود في نفس المكان، يعني سرعة التزامن غريبة جدا وسريعة جدا، ولكن ليس هناك من غريب، فالسر وراء هذا التزامن الغريب كون أن تطبيق سوما يتوفر على عدة سيرفرات في جميع أنحاء العالم، هذه السيرفرات التي عندما أنت ترغب في عمل اتصال بالفيديو فتطبيق سوما يبحث عن أقرب سيرفر لدولتك أو في دولتك ويتصل به، ثم يمكنك من عمل هذا التزامن السريع مع جهات الاتصال التي اتصلت بها. غير ذلك فالتطبيق يعني على مستوى التشفير، فالتشفير عالي في تطبيق سوما مقارنة مع واتساب، كون أننا نتحدث هنا عن 2284 بيت RSA و256 OS. نعم قد تكون هذه الأرقام لا تعني لك شيئا، ولكن دعني أقول لك أو أخبرك أن نفس التشفير الذي أو نفس هذا التشفير يتم استخدامه من طرف كبار الحكومات. ف يعني هذه النقطة أو نقطة التشفير. كذلك فيما يخص نقطة الخصوصية، فما يجب أن تعرف عزيزي أن لا أحد ولا حتى تطبيق سوما بنفسه يمكنه الوصول إلى المعلومات الشخصية. موقع شركة سوما يؤكد وبإصرار أن جميع الرسائل يتم حذفها مباشرة وبصورة نهائية من جميع الخوادم بعد الاستلام. فمع آخر تحديث من سوما قامت الشركة بإزالة جميع الأذونات الغير ضرورية وتبقت فقط على الضرورية منها للاستخدام العادي، وهذا يعني أن الأذونات في تطبيق سوما هي أقل بكثير من الواتساب. غير ذلك فما دمنا نتحدث عن الخصوصية كذلك في على مستوى التطبيق نجد أنه عندما نذهب إلى إعدادات الخصوصية فتطبيق سوما يمكنني من إمكانية التحكم في اللاسين، يمكنني كذلك من إمكانية التحكم في من تريد أن يقرأ الستاتيو الخاص بك. ففي تطبيق واتساب هذا غير ممكن، بمجرد أن أضيفك يمكن أن أقرأ الستاتيو الخاص بك، ولكن في تطبيق سوما يمكن أن تتحكم فيما إذا أردت أن يظهر أو لا يظهر إلى جهات الاتصال. كخلاصة تطبيق سوما تم تطويره من طرف طالبان في الولايات المتحدة أو درس في الولايات المتحدة الأمريكية، خصيصا في جامعة هارفارد ومختبر هارفارد، وهم الدكتور لي غويا وكذلك أوليفير هاي. كما أن الشركة يعني كانت من بين الشركات الأولى التي وقع عليها الاختيار في مختبر هارفارد للابتكار. إذن أتمنى من سبق أن تكون هذه الحلقة وهذا التطبيق قد نال إعجابكم، وكما أتمنى من صميم القلب أن لا تبخلوا علي بأرائكم حول هذا التطبيق ورأيكم حوله، لا تترددوا في تجربته حيث يمكنكم أن تجدوا الرابط في الوصف مع هذا الفيديو. أما أنا لم يبقى لي إلا أن أشكركم على حسن متابعتكم، أضرب لكم موعد إن شاء الله في حلقة مقبلة بإذن الله. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.